ما سويت فلافل، علموني كيف اسويها. شفتي الفلافل المحشيه اللي اكلناها اليوم؟ ايوه. نعملها زي صواني صينيه كامله. اي فانه طبقه الفلافل، بعدين طبقه الحشوه، طبقه الفلافل، بعدين فيكي تقطعيها حتى بقطع صغار وتحطيهم مع ستيكس فورك، حتى لكوكتيل بارتيز وهيك. بس الواحد يقدم كنابيز عربيه، مش كثير، مش الكل بيعملها. الناس بتحب تروح على الاجنبي اكثر. وبقول لك انا مره جربت الفلافل، سويتها مثل ما نسوي لحم بعجين. حطيتها دهنتها في الخبزه. صح صح صح. وسكرت صح عليها الشوايه. روعه. طيب طيب انا كل ما اشوف لكم تسوي فلافل، يعني لكنها اليوم ما تعتبر يعني هيلثي ولا لا؟ شوفي هيلثي بس كل شيء مقلي مقلي شوي زياده، عشان تشيل. اذا تحاولين تغيرين هل قليه بشيء انه شوي مظبوط. بس هي الفلافل الطيبه يعني انا بحبها تكون كريسبي، عشان هيك بجرب قلل بالاشياء اللي بتاك يعني اللبن، عواد الطحين. بس الطحينه ايه طحين بس كمان فيري هيفي، والخبز يعني بحب اقل خبز يعني بحب اكلها هيك لحالها. صح لمن كتير صحية محكة القلي، يعني المقادير نفسها المقادير تغير فيها. شوفي كمان برضو يعني حتى القلي مش دائما اتس نوت هيلثي، يعني بشوي بيعتمد قديش رح ناكل. يعني ما في حدا بيقعد بحط صحن فلافل هالقد هي تريت، بس انه لفطور لهيك ما انت عم تاكلي اشياء يعني مختلفة. صح صح. بس باي ذا واي الطحينة اللي هي البيست تبع السسم كثير هيلثي، كثير هيلثي بس كثير هيفي كمان. بس جنرالي السمسم كثير منيح، كثير كثير منيح للاولاد الصغار، كثير منيح بينقي الدم وهيك اشياء. فانه بنقدر نطلع عليها بطريقه انه هي صحيه، مش بالضروري دايت. مظبوط مظبوط. طب كيف تقنعوا اولادكم ياكلوها؟ انا اولاد مستحيل ياكلوها. انا شو اسوي؟ احشيها بعد ما تنطبخ، افتحها واحشيها باشياء، احط فيها لبنه، احط فيها فيقومون فعلا انه يشوفونها واو. ونحط احط مثلا زعتر على سايد، لان عيابس على سايد، ونقعد نزين اللبنه. أوكي. فتعرفين زيتون المفرغ، انه نسوي لها عيون. يعني بس انا ابني يعني الحمد لله بحب الفلافل. جربوها وما حبوها ولا ما راضين يجربوها؟ لا ما يرضوا يجربوها لانه ديفرنت. انا بتعرف شو بعمل؟ انا بتعرف شو بعمل؟ بحط اذا في شيء جديد بدي اياه يذوقه بقول له بس ذوقه، واذا ما عجبك اذا ما عجبتها ما تاكلها، واذا عجبتك بعطيك بونبوني صغيره، بيكون عندي ليتل يعني مثل الفيتامينز. هيك بجرب وقت يحب مشان هي صعبه انه تقنعيهم، بس وقت بيحبوا خلص اول مره ثاني مره بعدين خلص بياكلوها.